أهلا بكم مشاهدينا في المناظرة اليومية. اليسار الإسرائيلي في الحكومة الحالية صامت، يبدو أنه يتخلى عن مبادئه مقابل صمود الائتلاف الحاكم الحالي والبقاء فيه. هذه اتهامات طاولت الأحزاب اليسارية أحيانا من تيارات سياسية من نفس الطينة، وذلك بسبب ما اعتبر غيابا لموقف واضح إزاء قرارات حكومة بنت لبيد الاستيطانية. كان ذلك حول التسوية المتعلقة بمستوطنة أفياتار أم بمنح تراخيص للبناء الاستيطاني كل 3 أشهر. هل يطبق اليسار حاليا مبدأ أمشي الحيط الحيط ويربي السترة؟ أم أن هذه الاتهامات باطلة؟ فوجوده في الحكومة بصورتها الحالية يتطلب حكمة وبراغماتية، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تسجل له مواقف أخرى كتلك المتعلقة برفض تمديد تشريع حظر لم الشمل الذي يمزق عائلات ارتبط فيها عرب إسرائيليون بفلسطينيين وغيرها من السياسات القديمة. ينضم إلي في هذه المناظرة عبر خدمة سكايب الصحفي وائل عواد، وأيضا عبر خدمة سكايب دكتور أمير إخنافس عضو اللجنة المركزية لحزب العمل. أبدأ معك دكتور أمير. في البداية، هناك اتهامات تطاول الأحزاب اليسارية في الحكومة الحالية بأنها صامتة، بالأخص بعد التسوية الأخيرة فيما يتعلق بمستوطنة أفياتار والتي تنص على إخلاء البيوت لكن مع إبقاء إمكانية العودة إليها وإبقاء يشيفة أو مدرسة دينية يهودية. دانيالا فايس إحدى أبرز زعماء المستوطنين قالت بأنها لا تصدق ما الذي يجري، بشكل إيجابي طبعا هي تقصد هنا. نعم، على أنه المقصود أنه تم الحفاظ على هذه المستوطنة أو على هذه اليشيفة. طبعا السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو البديل؟ علينا أن نتذكر أخي بأن الحديث هنا على أنه الحكومة ليست يسارية. الحكومة كما تعلم كما يعلم أغلبية المستمعين والمشاهدين بأنها مركبة من أحزاب يسارية ومن أحزاب يمينية، وتم تركيب هذه الحكومة بعد أن تنازلت كل من هذه الأحزاب على جزء من الأجندات. فيما كان هنالك حكومة مركبة من أحزاب يمينية فقط، فمن المتوقع كما يمكن أن تتخيل بأن تبقى هذه المستوطنة على أرضها بسكانها بمبانيها بجميع الدعم العسكري التي حصلت عليه خلال الأسابيع الأخيرة، ولكن بعض الضغوطات التي وضعها الأحزاب أعضاء الأحزاب اليسارية داخل الحكومة على باقي الأعضاء في الحكومة تم سحب جزء كبير أو أغلبية المواطنين ويبقى جزء من هذه المستوطنة حتى يتم فحص الأبعاد القانونية للمستوطنة. ولكن الموضوع هو ليس فقط مستوطنة أفياتار، كما تعلم أن في نهاية المطاف الحديث هنا أيضا على حكومة مركبة من عدة أحزاب، أحزاب يمينية، أحزاب يسارية، أحزاب من الوسط، ولكل من هذه الأحزاب أجندة سياسية مختلفة، خاصة في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وواحدة أهم الاتفاقيات في بناء هذه الحكومة كان عدم اتخاذ قرارات بعيدة المدى على أي من الأطراف. نعم، سيد وائل، أحب أن أسمع رأيك بهذا المثال تحديدا أفياتار، وطبعا النقاش أوسع من ذلك، لكن بهذا المثال تحديدا يقول إنه على العكس لولا ضغوطات اليسار لما تم التوصل إلى هذه التسوية. يعني من يرى التسوية، هذه ليست تسوية، هذه إمعان أكثر في الاستيطان. يعني الحديث عن شرعنة المستوطنة لاحقا، مدرسة هناك، إبقاء 5 عائلات موجودة هناك، هذا ما يجب أن يذكر، هذا هو الأمر المركزي. أمور مركزية أخرى كل يوم، هنالك تقريبا قصف على غزة كل ليلة، أمور يجب أن تذكر مسيرة الأعلام، أمور يجب أن تذكر ما يحدث في القدس، أمور يجب أن تذكر استمرار تدنيس الأقصى والسماح لبن غفير الدخول للمسجد الأقصى المبارك قبل أيام. هذه الأمور التي يجب أن تذكر، مش تعديل. على شو يعني التعديل؟ التعديل هي الموافقة المبدئية مقابل القول بأنه
يعني المشكلة في التفاصيل، وكأن المشكلة في التفاصيل. واضح. لكن دكتور ماريا يقول لك بأن بالنهاية هذه الحكومة ليست يسارية، يعني هناك أمور مفروضة على أحزاب اليسار تلك. يا أخي ما ذكرته لك الآن من مسيرة أعلام وغير ذلك، هذا ما حقق اليمين. تفضل كل ماذا حقق اليسار حتى الآن بالعشرين يوم الأولانيات، ماذا حقق اليسار حتى الآن؟ لم يحقق شيء ولا يوجد يسار. طبعا هذا نقوله لو أننا كنا متفائلين باليسار ومتفائلين بحزب العمل وبالأحزاب الأخرى، تجاربنا معها أيضا سيئة لا تقل ربما عن أحزاب اليمين، ولكن توقعنا بأنه قد يكون هنالك بعض التلطيف للجو، حتى تصريحات جدية، تصريحات الآن بديش أقول لك على مستوى الممارسة الفية، تصريحات لا يوجد من اليسار، هم يتركون الأمور ويتحدثون الآن عن بعض التطوير في المواصلات، في موضوع المثلية الجنسية، هذه القضايا هي ما يعمل فيها اليسار، ويترك القضايا الكبيرة اليسار ومنصور والحركة الإسلامية يعملون في قضايا المدنية اليومية العادية، خلينا نقول الصغيرة في منها مهمة العادية، ولكن قضايا مصير شعب، القضايا التعامل الدولي، القضية الفلسطينية، وكأن نتنياهو في الحكم وكأن شيئا لم يتغير. هذه هي الأشياء على الأرض الآن. اللي بدي يجي يقول لي نص كف ربع كف بتاكله الكف اللي قبل كان أحمى شوي، ليس هكذا تأخذ السياسات، إلا إذا أراد اليسار بأن يقول بأنه مش هو المهم وليست سياسته هي المهمة، وإذا أراد التصرف كما يتصرف منصور عباس بأنه أي شيء أحسن مما كان. هذه نعم زعيم القيمة العربية الموحدة نظرية سياسية. نعم هذه ليس هكذا ينظر للسياسات، خصوصا لأحزاب كانت تصارع الحكم. هذه مش أحزاب صغيرة لديها أجندات صغيرة، هذه أحزاب لديها رؤية، وكانت مرة في سيدة الحكم وهي أقامت الدولة، تقبل أن تكون في هذا الوضع. واضح أنه لا يوجد يسار في إسرائيل. دكتور أمير أحب أن أسمع رأيك بالأخص عندما قلت لي قبل قليل إنها تريد الالتزام بعدم الدخول في القضايا الشائكة أو الكبيرة وذات المدى البعيد أو تداعيات بعيدة المدى. تفضل. خاصة وأنا أخواني أعلم جيدا أن حزب مثل حزب ميرتس كان خارج القرار الحكومي على مدار أكثر من 20 عام، حزب العمل كان أكثر من قرار الحكومة على أكثر من 15 عام يعني، وهذه الأحزاب تشكل لربما ثلث من الحكومة وبرأيي أقل. وتركيب الحكومة الأخيرة تم بعد أن وعدت هذه الأحزاب اليمينية بقيادتها كان بنت وسار وغيرها بأنها على استعداد بأن تتنازل أو تقديم تنازل جزئي مقابل أن لا يتم اتخاذ خطوات أكثر يمينية. سؤال دكتور أمير، هل هو تنازل جزئي أم شبه كامل؟ هذا هو بيت القصيد. يتم ضم الأراضي الفلسطينية اليوم كما عرضت طرحت حكومة نتنياهو منذ عدة أشهر وقبل الانتخابات. طبعا لا، بعدين لنأخذ ما حدث اليوم في الحكومة اليوم منذ أقل من 7 ساعات، عندما عارض للمرة الأولى كان في معارضة على قانون الطوارئ، لم نسمع حتى اليوم منذ قيام الدولة لم نسمع صحيح معارضة على موضوع الطوارئ، على قانون الطوارئ، وللمرة الأولى كان في وزيرين، الوزير وزيرين من ميرتس اللي طالبوا بإعادة النظر وعارضوا موضوع الطوارئ. فأعتقد بأنه بالطبع يوجد هناك الكثير من تلطيف الجو. أعتقد بأنه كمعسكر اليسار كمعسكر اللي خسر الانتخابات في نهاية المطاف، معسكر اليسار لم ينجح في الانتخابات الأخيرة. الأغلبية الساحقة داخل البرلمان الإسرائيلي ما يقارب 80 أو أكثر من 80 عضو كنيسة، ما يقارب 85 عضو كنيسة، هم محسوبين على 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 معسكر اليمين. بالرغم من ذلك استطعنا من خلال تكتيكة سياسية محنكة الوجود أو الوجود على في قيادة السلطة، ومن خلال هذه القيادة التأثير على مجرى المركب، ما لم نكن أن نكون نستطيع أن نقوم به فيما كنا موجودين في المعارضة، وفيما لو كان نتنياهو شكل الحكومة بدعم من الأحزاب اليمينية. نعم، وسمعت ما قاله دكتور مير، يعني هناك نقاط ملفتة للانتباه. أولا هم لم يفوزوا لكنهم استطاعوا التواجد في هذه الحكومة. ثانيا
هذه الأحزاب اليسارية عارضت جملة من الأمور من بينها قانون الطوارئ والذي يأتي تحت مظلته أيضا حظر لم الشمل والذي لطالما كان اليمين مع تمديده لكن اليسار أصر وسوف يصوت ضد هذا التشريع. نعم ميرتس يعني لكي نكون واضحين ميرتس هي من وليس اليسار الإسرائيلي ميرتس من قامت بذلك ولكن هنالك في لهجة الدكتور أمير هنالك سياسة يتبعونها كثيرا في إسرائيل سياسة تصغير الأكتاف هكذا بأنه شيء أفضل من لا شيء وبأننا نوافق طلع ألف باء سياسة بأنه إذا أنت تواجدت داخل الحكومة أنت مسؤول عن ما يصدر عن الحكومة أنت جزء من الحكومة أنت مسؤول مرة أخرى أنت مسؤول عن ما يصدر من الحكومة الآن اليسار هو شريك في حصار غزة هاي يعني مش في إسرائيل بس هاي في أي دولة أي نظام في العالم أنت تكون في الحكومة أنت جزء من المسؤولية هنالك من يحاول أن يقول لأول مرة بأنه صحيح أنا في الحكومة ولكنني مسؤول عن الخير بين قوسين الذي قد يصدر منها ولكن باقي الكوارث أنا غير مسؤول عنها أو هنا أصغر أكتافي وأتصرف بتواضع سياسي غير مفهوم وغير مقبول باعتقادي لأنه في السياسة نحن بحاجة إلى تضحيات من أجل مبادئنا لكن سيد وائل قضية غزة على سبيل المثال قضية غزة هي لا تتوقف عند الأحزاب اليسارية في هذه الحكومة يعني طالما كانت هناك سياسات وثوابت تجمع عليها كل الطوائف السياسية الإسرائيلية في كل زمان ومكان وأنت تعلم ذلك طيب إذا كانت حصار غزة قبل وجود الحكومة التي فيها اليسار الآن هل هذا يعني بأنه مسموح أنضم لهذا الحصار؟ وإذا كان اعتقال الناس وضربهم في الشوارع أو الاحتلال أو كل ما ينتج عن اليمين الإسرائيلي كان قبل هذه الحكومة هذا يحلل أن نصبح جزء منه الآن؟ هذه المصطلحات أنا لم أشهدها قبل الانتخابات الأخيرة وقبل أن يصبح هنالك تحول في جوهر فلسفة السياسة الإسرائيلية هنالك فلسفة أقل القليل ويعني وشعر بركي وإيش ما كان يكون منيح هذه السياسة باعتقادي هي تنازل كبير بالمناسبة يعني كمان مرة بحب أؤكد بأني أسأل الإسرائيلي سابقا أيضا مسؤول عن مجازر وعن أشياء بشعة وأنا لا أقول بأنه حمامة سلام ولكن في بعض القضايا توقعنا بأن يكون لديه على الأقل عزيزي على الأقل نبرة مختلفة صحيح في موضوع لم الشمل هنالك نبرة مختلفة مرة أخرى من ميرت سمعتها من بقية الأحزاب لم أسمعها بشكل جدي ولكن هذه النبرة يجب أن تكون في كم أين موقفهم من قضية أفيتار بتكاش تصوت ضد صوت جدا أين موقفك من قضية أفيتار أين القضية موقفك ما يحدث في غزة أين موقفك من شهداء سقطوا ارتقوا في الأيام الأخيرة أين موقفك من ما كان في القدس أين موقفك من مسيرة الإعلام حتى موقف لا يوجد صديقي حتى موقف لا يوجد وباعتقادي من لا يقول موقف حتى لو لا بدوش يفك الحكومي أن يقول ما رأيه هو موافق أصبح مش أصبح شريك حتى لو كان موقف هو موجود هو شريك تفضل دكتور أنت حكومة اليوم مر ثلاث أسابيع على قيامه يعني جزء ما فيش مفاجأة دكتور ما فيش مفاجأة يعني لم نتوقع غير ذلك شعرت انه لحد اليوم اصلا بعدهم يعني ما عارفين شو مجالات عملهم يعني ليس هنا ليس الحديث عن حكومه اللي هي تعمل منذ اربع خمس اشهر اسمح لي ملاحظه الخطيبه ولكن اذا بتسالني انا على الاقل جزء من القضايا وانا بشكل او باخر اوافق الراي بانه هاي حكومة ليست حكومة انتقالية أو حكومة تعرض أجندة سياسية تختلف 180 درجة عن الحكومات السابقة ولكن في نهاية المطاف على الأقل نحن نسمع أصوات اللي هي أصوات مهمة جدا لم نسمعها خلال 20 السنة الماضية حتى لو أنه في هاي المرحلة لا يتم تنفيذها ولكن على الأقل يعني إذا بنيجي بناخذ مثلا موضوع لم الشمل موضوع قانون لم الشمل تم الموافقة عليه سنة بعد سنة دون أي معارضة وللمرة الأولى في معارضة من حزب العمل في معارضة من ميرتس في تساؤلات من القائمة الموحدة في مفاوضات مع وزير الداخلية الأمر الذي لم نراه في الماضي يعني في الماضي كان وزير الداخلية على الأغلب
من شاس، من حزب شاس، كان يطرح موضوع خلم الشمل ويتم التصويت عليه بشكل كامل، يعني بدون أي مفاوضات أصلا مع أي طرف. نعم، لكن دكتور أمير، النقطة التي كانت يتساءلها سيد وائل بأن هناك قضايا أيضا لا تقل أهمية من مسيرة، إن كنت تسمع دكتور أمير، لا تقل أهمية من مسيرة أعلام وأحداث في القدس وغيرها، وأيضا لقد سمعت أنا شخصيا اتهامات من الأطراف التي تعتبر أيضا يسارية كتلك التي تتواجد في حي الشيخ جراح وغيرها من المناطق التي تلوم وتقول إن اليسار السياسي لم يعد كما كان. نعم، ولكن عليك يعني هون علينا نتذكر بأنه الحكومة الموجودة اليوم ورثت قضايا يمينية كبيرة جدا من حكومات نتنياهو السابقة، ومن الصعب جدا وضع خطط عمل جدية دون عملية انتقالية على مراحل. يعني جميع هذه القضايا، إن كان قضية الصراع مع غزة، إن كان قضية الحصار على غزة، إن كان قضية الشيخ جراح، وإن كان قضية أبيتار وباقي القضايا، هي جميعها قضايا اللي ورثتها هذه الحكومة من الحكومات اليمينية السابقة. واليوم ما نحاول أن نقوم به أو ما تحاول الحكومة الحالية أن تقوم به هو إيجاد حلول طرد الأطراف بشكل أو بآخر، ولكن من الصعب إيجاد حلول طرد طرف واحد وبقاء هذه الحكومة بشكل كامل، في حين جميعنا نعلم بأن هذه الحكومة مركبة من أحزاب يسارية ومن أحزاب يمينية. طيب سيد وائل، هناك من يقول بأن ما نشاهده هو حصيلة لتحولات داخلية وخارجية، المقصود بالداخلية بأن اليسار أصلا تضاءل كثيرا لدرجة اقتربت من الاضمحلال، ثانيا هناك واقع عربي وأقليمي مختلف، يعني أصبح هناك إسقاط لبعض الملفات لم تعد بنفس القدر الأهمية التي كانت فيه بالسابق، على رأس القضية الفلسطينية، وأن اليسار بات مقتنعا أيضا بهذه النقطة. طبعا الشارع الإسرائيلي كله زاح نحو اليمين، واليسار الإسرائيلي زاح نحو اليمين، وحتى هنالك من يخجل بأن يقول يسار، وصار يلطف الجو بأنه نحن مركز يسار، يعني نحن قرب على اليمين، احنا مش يسار احنا قرب على اليمين. انا اصف الوضع ليس كما يصفه الدكتور أمير العزيز، انا اصف اليسار مش بأنه هنالك تغير وبأنه في تدريج وأنه صبروا علينا وقضية جمعتين، اصلا فيش نوايا، فيش اعلان اخبار يعني بأنه الامور ستتغير لولا الوقت، لا هن مصرين. أنا أصف الوضع هكذا، بأنه اليسار الإسرائيلي متلعثم، خائف، مصدوم بأنه عاد للحكومة، لا يعرف ماذا يفعل، بينما اليمين الإسرائيلي داخل هذه الحكومة ماخذ خط وماشي فيه بالهايوي بدون ما يسأل حدا، واليسار واقف على الرصيف بتفرج مش عارف شو بدي يساوي، يطلع باص يطلعش باص، يسرع ما يسرع، يركب ما ان يزرع. بس قلت دكتور أمير، يعني هذه تراكمات لحوالي 15 سنة كان فيها اليمين يحكم، يعني مش بسهولة تغير أمور بين ليلة وضحاها. كان فيها اليمين يحكم، ما زال فيها اليمين يحكم، عشان نكون واضحين، يعني فيش أشياء كثير تغيرت. كان اليمين يحكم، اليمين الآن يحكم، الآن هنالك يسار لا يصرح حتى بشكل مختلف، هنالك شخصيات في اليسار هي شخصيات يعني قديمة داخل الحكومة، داخل الكنيسة، بإمكانها أن تكون رأي مختلف، بإمكانها أن تعبر، يعني عندما نتحدث عن كادر مش ولاد صغار، يعني طالب انتقل من صف سادس لصف سابع هيك مصدوم من شكل المدرسة الإعدادية، هدول أشخاص عتق بالسياسة، قدماء، بيعرفوا السياسة، مجربينها، يعرفون من أين تؤكل الكتف، قسم منهم شارك سابقا أو على الأقل كان واعي في مشاركة حكومات سابقة، لديه أجندة، لديه حزب كان في الحكم، لديه ربين كان. فيش حاجة نحكي عن إنه هدول أولاد صغار أجوا على مخيم جديد ومش عارفين الشباب وقاعدين بتلكموا. هذه سياسة، هذه حكومة إسرائيل نتعامل معها بجدية، نتعامل معها ونسألها الأسئلة الصعبة، نتعامل معها بأنه كل يوم هي مسؤولة عن أرواح ناس، ومسؤولة عن حصار، ومسؤولة عن منطقة كاملة وعن توتير العالم مش بس المنطقة. لا يمكن تلخيص الموضوع إنه جداد قاعدين بتعلم شو بدي يساوي، هذا تبسيط للموضوع أنا لا أقبله بتاتا. نعم دكتور أمير، لو إن سمحت لي، أستاذ التاريخ اليهودي في جامعة بئر السبع أمنون راز يقول بأن يبدو أن اليسار حاليا يدير سياسة أزمة هدفها تحييد العرب والشرقيين والمتدينين وخلق حكومة بيضاء وتحالف أشكنازي والحفاظ عليه، ما رأيك؟ يعني هاي طبعا زي ما أنت بتعرف كمان أنا جاي من العالم الأكاديمي، قريبي أكثر لثيوري كثيوري
مع انها نظريه، مع انها واقع مخطط وبرنامج عملي على ارض الواقع. اعتقد باننا جميعا نعلم بانه اليوم التدخلات في المركبات المعقدة للمجتمع الإسرائيلي هي أصعب بكثير من أنه مجرد رسم نظري وتطبيقها أو خلق فجوات بين هذه المجموعة وتلك المجموعة. اليوم هنالك اليسار محسوب على الأشكناز ومحسوب على السفرديم الشرقيين، اليمين محسوب على الأشكناز وأيضا قسم منه من الشرقيين. فرسم مثل هذه النظريات هو أمر غير صحيح، خاصة ما نرى بأنه أغلبية التصريحات الصادرة عن الأحزاب اليسارية هي تنادي إلى بناء مجتمع واحد، إلى بناء مجتمع متسامح، إلى التآخي ما بين المركبات المجتمع المختلفة الثقافية والدينية. ولكن علينا أن نعترف بأن فترة نتنياهو كانت فترة قاسية جدا. نتنياهو استطاع البقاء في الحكم بعد أن قام بتمزيق الشعب الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وتقسيمه إلى مجموعات ثقافية ودينية مختلفة. فتارة تحدث على الأشكناز وتارة أخرى هاجم الإعلام، وعندما زار الشمال تحدث عن إلى أقليات دينية وثقافية بحسب مكانه الجغرافي، وحاول ربط ما بين اليمين المتطرف مع بن غفير وسموتريتش من جهة، والتقرب من الموحدة من جهة أخرى، وكل هذا لبقائه في المجتمع. أنا برأيي بأن أكبر إنجاز سيكون لهذه الحكومة اليوم هو أنها ستستطيع التخلي عن اللغة العنصرية التي وضعها والتي تغلغلت في المجتمع الإسرائيلي خلال فترة نتنياهو، وبناء حديث متسامح أخوي بين مركبات المجتمع الإسرائيلي على أطيافه المختلفة وإن عربي، وخاصة التقارب بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. نعم سيد وائل، أنت قلت قبل قليل هؤلاء مش أطفال ومش صغار وبالنهاية هم قادمون في السياسة، لكن ألا تعتقد بأنهم بالنهاية لا يطبقون إلى السياسات التي يعني لطالما اتخذوها؟ يعني أذكرك وأنت تعلم يعني أول من قال إنه لا يوجد شريك فلسطيني كانت حكومة يسارية بزعامة يهود باراك، ونذكر أيضا أحداث الانتفاضة الثانية كانت الحكومة يسارية. نعم أنا هذا ما قلت أول جملة في برنامج، أنه من يأتي بتوقعات كبيرة من اليسار الإسرائيلي هو واهم. طيب هو واهم وليست أجنداتهم كما أجنداتنا. وما تحدث عنه قبل قليل الآن الدكتور بأنه هنالك إنجاز بتقريب وجهات النظر وبأن المجتمع الإسرائيلي قسم أشكناز ويسار وما إلى ذلك، صراحة أنا كعربي فلسطيني في الداخل هذا لا يهمني. أنا ما يهمني هي قضيتي، أنا هو قضيتي الفلسطينية، هو التعامل مع غزة والتعامل مع الاحتلال. ما يهمني هو التعامل مع قضايا الداخل، مع المساواة في الداخل، ويعني هذه هي القضايا التي تهمني في نهاية المطاف. باقي القضايا هي أقل أهمية بالنسبة لي. من يرى بأن وظيفة اليسار الإسرائيلي من إنجازاته هو هذا التناغم والانسجام، يا أخي انسجموا وما ينسجموا، مين قال لك الموضوع ما فكرتش فيه مرة الصراحة، يعني بيهمنيش. لكن أول الغيث قطر عندما تتوقف لغة التخوين أو لغة العنصرية كما وصفت قبل قليل، يعني هذه بداية. يعني إذا نتنياهو استطاع تفكيك كما يقول دكتور أمير المجتمع الإسرائيلي وداخل ومع، والآن المجتمع الإسرائيلي يحاول أن ينسجم داخل الحكومة الحالية، لماذا على ذلك أن يسعدني؟ هذه ليست بداية لشيء. عندما يتناغم المجتمع الإسرائيلي ماذا يحدث بي أنا؟ يعني بصير كفلسطيني يعني بصير أحسن لي؟ مين قال؟ وليس بالضرورة العكس. هذا موضوع كلياته ليس على طاولتي، هذا موضوع لا يهمني تمام بالمرة. ما يهمني هل هنالك موقف أخلاقي إنساني سياسي من قضية الفلسطينية أم لا، هذا اللي يهمني. ما يهمني ماذا يتصرفون تجاه غزة، ماذا تجاه
المستوطنات. إذا كان أكبر إنجاز كما تفضل الدكتور أمير هو التناغم، والله شو هالإنجاز؟ بلاء، أقول لك بلاء يا أخي دكتور، بلاء الإنجاز يعني. طيب. ليس هكذا. الوقت الوقت انتهى دكتور أمير. الوقت انتهى دكتور أمير، إن كنت تريد أن ترد بجملة لو سمحت. يعني بجملة على يعني الأخوة، نتذكر بأنه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو بين شعبين وليس داخل مجتمع واحد، وأي تطورات داخل المجتمع الإسرائيلي على انعكاسات على المجتمع الثاني وعلى الشعب الثاني، والتطورات داخل المجتمع الفلسطيني إلى الوحدة بهذه الوحدة التي على رأسها. للأسف نعم، للأسف انتهى الوقت. للأسف انتهى الوقت. للأسف انتهى الوقت. دكتور أمير خنيفس عضو اللجنة المركزية لحزب العمل، شكرا جزيلا لك. للأسف انتهى الوقت. وأيضا أشكر السيد وائل عواد الصحفي، شكرا جزيلا لكما. وبهذا نصل إلى ختام المناظرة اليومية. إلى اللقاء.